اعطيهم بف، اعطيه ضربه. اوكي كان نروح بعيد. اوه السلام عليكم، حياكم الله من جديد في مقطع ثاني. نايف سنسي معاكم وجرى لكم في بلس ليش. قبل ما نبدأ حاب أذكركم بتفجيه جديد، يا ريت تمثل الاشتراك وتنشر القناة وموقع التواصل الاجتماعي، أكون شاكر لكم. راح نكمل اليوم، وقفنا هنا وتوقع أن راح نبدأ كوست لاين جديد في القرى هذه، واحتمال كبير راح نقابل بوس اليوم، بوس من الزعماء الأساسيين في الستوري، ولازم تلعبوا سولو، تلعبوا لوحدك يعني ما تقدر تجيب أحد من أخواك يساعدك. لكن يا سلام، هذه هي هنا البروفيسور أورفينا، هي اللي راح تساعدك، NPC راح يمشي معك ويساعدك إذا وصلنا عند البوس. لكن قبل ما وصلنا للبوس في شوية مهمات لازم نكملها، وأتوقع كالعادة راح يكون في كوستات جانبية، ياب واحدة اثنتين ثلاث، خلينا نأخذها كلها. الجميل في الامر دائما انه ايش الكويست لاين او الكويستات الجانبيه راح تيجي معانا في طريقنا الى الكويستات الاساسيه، وهذا شيء جميل جدا. نحاول ايش نكملها هنا حكم ان احنا خلاص صايرين هنا. هذاك يبغاني يسوي كولكت، وهذاك يبغاني يسوي ديستروي، وهذا ايش يبغاني يسوي بلوك ذا جاينت بول. اوكي كلها في عند الكريكت والصراصير، فخلينا نتوجه لها. نصيحة، إذا وصلت هنا تشوف أي عشبة من الأعشاب هذه في الخريطة حاول تأخذها، لأنه بنحتاج إيش نكرفت كمية من البوشنات. ما أدري يبغاني أذبح صراصير ولا لا، خلينا نشوف، خلينا نتأكد. أذبح أول صرصور. يا سلام، أو ما عندي ما عندي، ما ادري اسمها بالضبط في الوارير بس زبده ما عندي. هل يبغون اذبح صراصير؟ بلوك يب، لا ما يبغى اذبح صراصير، يبغاني بس ايش اكمل هذه، اسوي لها بلوك او حاجه زي كذا. اوكي هذه واحده، وهذه الثانيه، وانا اسوي الست حبات في عشبه هنا، اخذها على طول. يا سلام، يب جاء الاقرب. او لا تعال شوي ارجع هنا، خلنا نجمع الاخ، ما ادري ايش اسمها في الكرسيدة، اللي يعرف عاد اسمها يعلمني، اللي هي الطاقة هذه اللي تحت البرتغالية. خليني ما يستمر، لا ما يستمر، خليني نقولها قوة حاليا. عند صحراء مانا عاد عند الكروسيدر البرزيكر، ما ادري اتوقع البرزيكر ريج. اوكي على الصوت ابلع. اوكي ابلع شيء. اوكي ماشي بيضربني اكيد. يا سلام، اوي اخذ الاجرو، يب اخذنا الاجرو كويس، يلا نحاول نقتله. الحركه دي مره كويسه، دمج ونسوي له ستان في الارض وارجع ادمجه مرة حلوة. اوكي برضو قاعدين نحصل لحم كويس، تطبخ كم اكلة وكم كم بوشن برضو، وخضر الاقر يعني لازم اذبحكم يعني. يا اخي صراصير، صراصير بمعنى الكلمة. اوه اعطاني حجر ازرق، يب اوه الكمي ولا بلوبرين، حلو حلو، هذا بشرح عنه بعد شوي، خلينا بس ايش نذبح هذول. اوكي كملنا حق الصراصير هذه الحفر، ولسه راح السالفه لسه فيها صراصير. خليني اشرح هذه على السر اللي حصلناها قبل شويه. جنرال ايتم، يب ستيت ماتيريال، يقول لك الكيميست لاب بلوبرين، ماتيريال فول ابجريدي ان الكيميست لاب اون ان ستيت اللي هي ايش قطعه ارض، راح نحصلها بعد ما نختم الجزء الاول من القصه تقريبا في ليفل 29 28 27 حولها. فيب ان شاء الله راح نوصل لمرحله الستيت وهذه الاشياء الجميله جدا في اللعبه هذه. طيب في عندي سكيل بوينت، عندي 3 سكيل بوينت، ليش انا ما استخدمها؟ اعطني كول داون، اعطني كول داون، اعطني دمج، حلو
اوكي كلم الستودنت اللي هنا، هذه القصه الاساسيه. سكيب 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 سكيب. ما حد بيقرا الكلام هذا انا عارف. طيب اوبتين مول كريكت. يا ساتر يبغاني اذبحها. ذبحهم تبوني ذبحت صراصير، لكن ليه يبغاني اذبحهم؟ علشان ايش؟ اطلع منهم بوش. يا سلام، مول كريكت ساب. راح نستخدمه في القصة الأساسية، فيب لازم ايش نجمع منه. خلي نسوي، ما نبدي نسوي لها قدر. اوكي خلي اعطي هذا حبة من هذه، طورتها انا قبل شوية. اوكي لسه لما تقتل الوحوش لسه دمج دمج جميل. اوكي هذا ما اعطانا اي شيء، شكرا لك ايها الصرصور. هذه كملناها. ابلع. يا سلام. اثنين باقي، اخر واحده. اوه والله مره دمج عالي. شيل الرصاص. وهذه الثالثه. يا سلام. بوشن ريكفري مول كريكت ساب. طبعا بوشن يجيك اول حاجه كويست يوز ايفن. راح نضطر ان احنا نستخدمها. طيب ديليفر ذا مول كريكت كريكت ساب تو روزا. طيب يلا هذا ديليفر، يبغاني اسلم لها الكريكت ساب. تفضلي. يا سلام. اخذت كم حبه؟ هل بقي معانا حبه واحده؟ خلينا ناخذ هذه الاشجاره على السريع. طيب سماش مول كريكت ايجز فينتر تو ذا كراولينج. يب يبغاني امشي الين هنا وفي ايفنت. يا سلام وفي كوست جانبي برضو على ما اظن، في كوست جانبي ورا هذا. اوكي خلينا نتجه على موقع المهمه الاساسيه. انا يعني شوف ايش المهمه الاساسيه هنا، في ايفنت هنا وفي كوست جانبيه هنا. اصبر انا نحصل ليفل، اصبر انا. اوكي وين الخط؟ من هنا صح؟ يب ايوه يا سلام. اوكي وصلنا هنا. والله الله ايش الصراصير هذول. اي 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 ارجع. اوكي جانا عرض. هذه كيف صارت هنا؟ سبحان الله. اوكي يوز ذا مول كريكت ساب، يبغاني استخدم المول كريكت ساب، لكن قبل ما استخدمه خلينا نذبح بس كم صرصور هنا. تحتاج كمية من البوشن هذا صراحة، يمكن خلينا نقول ايش، خلينا نقول خمس حبات راح تكفيك. خلينا نسوي سماش. لما تستخدم البوشن هذا اللي اعطتنا، الصراصير هذولي ما يحاربوك وانت تدخل في الكهف، لانه ايش يبغاك تسوي حاجة، تسوي حاجة معينة في الكهف. فيب ابغى اجمع منه كمية بس على بال ما، لانه اذا خلص وانا في بينهم كذا في النص راح كله بيهجمون علي، وهذا شيء مو كويس. نذبح كم صرصور قبل ما ايش يجمعون علينا كلهم. لا 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 شوف عشان اتجنب هذا، شوف استخدم البوشن. يا سلام خلاص ما عاد يضربني الحين، واجي انا على راحتي اكسر البيض. طبعا البيض هذا كوست جانبي، يبغانا نجمع برضو هذا ارتفاكت كوست جانبي. في نفس الوقت في كوست اساسي، شوف الميتر تبع حق البوشن تحت كوست الاساسي. يب شوفها بالازرق هنا، هذه القطع يبغاني اجمع الكتب هذه. طيب باقي معي بوشن واحد، راح احتاج زياده، هذا راح احتاج زياده بوشن. طيب خلينا نخش شويه هنا في الكهف ونموت هذول هنا، نحط منهم ايش لحالهم. او ما يمدي نضربهم وانا عندي البوشن. اوكي لكن الحين يمدي نضربهم. املا انتهوا. تجنب الضربة. اوكي حلو، اعطني بوشن، اعطني اعطني بو. يا سلام اعطاني بوشن. كسر البيض very easy. طلعت صراصير صغيرة. اظن يعطيني بو، والله ما يعطيني شيء رجاء. يلا بالله انتهوا. ما تضرب ما تضرب. ضربني المجري مرة قليل. اوكي ما اعطونا اي بوشنات هذولي.
في برضو صندوق قدامي، طالب وشنات زيادة ما تكفي هنا. اوكي خلنا نشوف اذا نقدر نقتلهم كلهم ضرب واحدة. سريع 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 سريع. باش موتنا اثنين، موتنا اثنين كويس. صار لنا الصرصور الكبير لا يجينا، الصرصور الكبير ما نبغاه. اوكي جمع يا سلام. اوكي جمع ثلاثة تكفي. خلينا في صندوق اشوفه باخذه بعد شوية. هذه بيضة، هذا ارتفاكت، الصندوق تبع المهم على ما اظن. اوكي ناخذ الشست. لا والله مو تبع المهم، هذا الصندوق حق الانفنتوري كويس. استخدم بوش مرة ثانية يا طول. اوكي كملنا حق البيض، كملنا حق الارتفاكت، يا سلام. باقي بس ايش، امشي ورا الخريطة، ورا شوف الخريطة هنا، شوف العلامة الزرقاء، امشي جهتها بس. هذا واحدة هناك وفي واحدة ثانية على اليمين. استخدم البوشن. هذه نجي لها من هنا في اعماق الكهف، كهف الصراصير. توقع هذه اخر واحدة. يب او باقي حاجة اخيرة، باقي حاجة اخيرة ان شاء الله. في بوشن، راح احتاج بوشن. خلصت بوشن هذه. لا يا سلام، اعطاني. اوكي طيح انتهى بلا استن. هنا 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 هنا. اوكي اعطانا ايتم ازرق اللي هو حجر، حلو. هذه اخر حاجة نسويها هنا على ما اظن. اوكي دحين نمشي، يلا بسم الله. ما يمدي نحط الموت هنا للاسف. علش اشرب البويشن وحط رجلك، حط رجلك على طول. كم من هنا صح؟ ما ادري بيخلص البوشن احنا في النص. هذا والله واحد ما الله يستر عليه. لو عندي بوشن زياده كان ساعدتك يا صاحبي. ياب خلص البوشن. الله 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 الله، جا كلهم، جا كلهم. يا ساتر يا ساتر. اوكي هذا ايش يسوي؟ اوه في واحد قاعد يضرب الصرصورة. شوية اكس بي، اعطنا اعطنا معك اكس بي، اعطنا معك اكس بي. اذبحه اذبحه. والله الله برزيكر. اوكي كويس كويس. الله الله باقي هنا في صراصير. ما يشوفني ما يشوفني. يلا 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 اسحب عليه. روحنا روحنا. اوكي هنا طلع الماونت صح؟ يا سلام. يلا نطلع الماونت ونرجع للمدينة. اوكي وصلنا، خلينا نسلم الكوست الجانبي اول حاجة. تعال تعال ايه وين رايح؟ نسلم الكوست الجانبي. ديفنس كلها هبلة. increase وذا حلو صراحة، في افكت باخذه. سكيل بوينت، اتوقع جاني سكيل بوينت. يس حلو جميل. نكمل هذه. اوكي طيب راح تعطيني كويست البوس اتوقع. اي والله عندنا سكيل بوينت. هذه كم تحتاج؟ هذه تحتاج اوكي كذا مكسنا. يا سلام مكسناها، مكسنا جيفت اوف فالور واعطوني 300 اتش بي زياده. حلو هذا الباسف سكيل 300 اتش بي راح يكون معي على طول الحين. حتى لو غيرت حاجه ثانيه راح ايش يظل معي، وهذا شيء جميل. طيب تالك دورين اون ذا واي اوف بترول بيرلوز روم فارم. معلش اوكي اوه شكل البوس لسه مطول شويه، لسه البوس مطول شويه. يلا خلينا نوصل عند الجسر هناك. حصلت كم ايتم بشوفها بعد شوي ان شاء الله، ونشوف اذا نقدر اذا في سلاح جديد. افضل اني اروح اطور بجولد على طول. ايش عشان ايش يزيد دمج، لانه كل ما زاد دمج كل ما زاد سكورك كل ما سهلت اللعبه عليك. اوكي ايش في هنا؟
في شيء؟ اتوقع الامور طيبه. يلا معلش. اوكي وصلنا. هذا الكامب فاير، هذا الكوست الاساسي، وفي كوستين جانبيه لازم نسويها. لازم نسويها عشان ايش؟ عشان نستفيد. تمام كملنا هذا. اوه شبيكي، هلا والله، حتى الشبيك اكبر مني. شوف الحجم، يا ساتر، ايش يسوي هذا بالضبط؟ طيب خلينا ناخذ منه كوستات الجانبيه. ايش يبغاني اسوي بالضبط؟ اوكي هانت ريبوز. يبغاني اذبح ضفادع. وين ضفادع سلاحف؟ وين اذبح سلاحف؟ في كوست هنا بس اتوقع فوق. يب تصدق اني ما شفت الكوست هذا من قبل. ديفيت كوربتد فورست سبيريت. اي والله ما اتوقع اني شفته من قبل. على العموم في صندوق هنا خلينا ناخذه. هذول السلاحف اجريسف يا رجال. اوكي لا يجمعون علينا، يلو ثمانية على اظن سلاحف بس لا يغرك. ساتر في سرعتها كيف. والله الله الله الله. اوكي وبف الدفاع ابلع انت وهو. يا سلام، اضرب اضرب الله يهديه. مو راضي. اوكي في مشكلة غبية. اوكي معليش. السلاحف هذه كنت اعاني منها زمان. اوكي ذبحناها ذبحناها، باقي بس سلحفتين، سلحفتين وتكون امورنا تمام. خلينا نقطع شوية ونجمع شوية نبتات عشان نهيل من غير ما نستخدم بوشن. يعني انت تجمع شجرة تهيل في نفس الوقت تروح تكرفت ببوشن. يا سلام. ايش في هذي؟ زعلانة هذي والله. يلا موت يا بقي اخر حبة اكتملت. يا سلام يلا نروح. اوه عنده شابيكي فيشرمان. شابيكي يا شابيكي. هذا حق السلاحف هذه. اوكي اعطاني جتني، انا جتني اغراض المفروض البسها. دي انكريس جارد، هذه حلوه هذه لازم اطوره. هنا صدريه افضل بكثير. يا سلام سروال انكريس ديفنس. يا سلام والله ذا افضل، شيله. هنا هذا افضل. increase critical hit increase buff potion. باخذ هذا. يلا مشينا، ما يهم اصلا الافكتات حاليا، تلقى اي حاجه غير سكور يلا خذها على طول. اوكي في صندوق قدامنا خلينا. في 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 حاجه حلوه، في حاجه حلوه لازم تشوفونها، لازم تشوفونها يا جماعة. إن شاء الله إنه موجود، نقول إن شاء الله إنه موجود. أوكي 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 يا رب موجود يا رب. إذا هو موجود أصلا. أوكي هذا طالع من هنا للأسف. في واحد منتظر هنا. حلو. طيب العلامة هذه في الخريطة، هذه علامة بوس، فيلد بوس. إذا ذبحنا الفيلد بوس هذا راح نحصل إكس بي، سكيل بوينت، وصندوق. إذا العلامة العلامة هذه موجودة راح تحصل صندوق. تمام؟ فيب أنا جيت هنا دحين، طبعًا ما في أي حاجة، إيش يسوي؟ تقدر تنتظر لين ما يرسبن، أو تضغط الخريطة هذه، نفتح هنا قائمة الشانل، ونغير الشانل ونشوف. بسم الله. أيوه أخيرًا جاء! غيرت الشانل. غيرت الشانل وانتظرت والله كم دقيقة. هذا بوس ابو راسين يا جماعة الخير. الله يستر بي، الله يستر. اوكي حاول ايش. الله الصوت عالي معليش. خليني اقص شوي الصوت. اوكي اوكي نحاول نستخدم الجارد حقنا. كيف كان الجارد حقي؟ انتي صح؟ يب انتي. بيج فيز ليش بسوي؟ سوالا ستان، سوالا ستان.
سوبر جارد. يا سلام عليك، صدينا ضرباته، صدينا ضرباته. سوي البف، جمع شوية، ضربوا كم ضربة. اوكي، واحد مات، دارك نوف ميت، كروسيدر ميت، افا عليك، تعال تعال تعال. اوكي، ما عندنا واحد قبل. اوه شوف كم نقصني، بس شيء قليل جدا. الله يكفو، اعطيهم بف، اعطيه ضربة. اوكي، كان نروح بعيد. اوه والله هاي ضربة صح، هو اللي اعطاني ضربة للأسف. يجيب كم واحد ميت، لازم صحيح كذا صحيح. لا والله دمجني مرة ثانية، لازم استخدم بوشن. اوكي قتلهم كلهم، والله ما في الا انا يا رجال باقي. باقي اوكي، قم قم قم، يلا قم. هذا الاول، تعال انت، هذا لا هذا صاحي. اوكي، وقف الدفاع، خش عليه. والله بياخذ ايوه وقت يا جماعة الخير. اوه آه والله صديت، والله والله ضغطت الصد. اوكي دمجت انا شوي، خليني اتراجع. يقولك المحارب لا يتراجع ابدا، حارب بحضر، محارب بحضر. في كومبو وصد. والله يشل حجر. اوكي شيل هيل. اوكي هذا واحد سوى ريفايف، فزت. يا سلام، بعبي هذا فل واعطيه وحده. اوه والله احس القزم من جد ما ينضرب. والله لا 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 لا، ايه كذا عصبت. اوكي اوكي، والله قاعد يدمج دمج غير صاحي. المفروض ايش بف الدفاع هذا ما يخلص عندي. لحظة لحظة، خلينا لازم اعطيه وحدة يا جماعة الخير، ابغى اعطيه وحدة بهذه ان شاء الله ما يضربني. لا لا لا، ايش هذا؟ بالغلط بالغلط بالغلط، يا ساتر فتحت حق السبكت مود بالغلط. اوكي اوكي، نحاول نذبح يا جماعة الخير، نحاول نذبح. اوكي بدا جاء عدد والله، وبدا ايش بدا يجي دمج. يلا عاد ان شاء الله شيء طلع لنا شيء يمشينا شوية. اوكي اوكي اوكي، ابلع ابلع، يلا 34% قاعد ينقص قاعد ينقص. انا البف هذا يعني على طول المفروض من عند الكروسيدر ما يوقف، اول ما خلص يسويه اول. اوه ابد ابد شوي، اول ما خلص ايش يسويه اول واحد، ايش بيسوي ايش بيسوي، بيصارخ شغله. يب اوكي، بحاول اتصدى ضرباته كلها يا جماعة الخير، بخش فيه بخش فيه، بشوف كيف يدمر. اوكي انا وراه ما ضربني للان، حلو. اذا انت وراه يعني ما يضرب. بف البف البف سريع. اوكي لازم اعطيه وحدة، انا راح بعيد راح بعيد. اوكي البف راح، اوكي واحد اعطاني بف كويس. والله والله مات الزيكا، وين راح؟ رسبه. ذا انسحب 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 مره انسحب، لا يسوي الريست الله يهديهم. صارخ، لا والله رمى حجر. جماعة الخير ايوه كفو كفو، لا يسوي ريست. اوف عندي بفين دفاع جميل. اوه دائما ما يروح بعيد. يلا بيموت بيموت بيموت. سلام دفاع، ابلع شيل. كيف يصارخ، يموت يموت يصارخ، يموت 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 يموت. يا سلام، قتلنا جراس لاند جاينت اي. يا سلام، نفتح الصندوق على طول، نفتح الصندوق على طول ونشوف ايش يجينا. اوكي بسم الله، طبعا كلها غرض بيض. لكن يلا تمشير. يو ماست بي هاير ليفل تو يوز ذيس ايتم. اوه اوكي، هنا هنا القطعة. اوكي في خوذة زرقاء اهو، اعطانا سيف اخضر. اوه سيف اخضر جميل، اقدر اطوره اقدر اطوره، كويس والله والله كويس. اجل يلا البس السيف على طول.
ونروح نطور يا رجال وتكون امورنا زي الاوف شيلد رهيب انكريس ماكس اتش بي. بس المشكله ذا ما يتطور صح، ما يتطور دي ياب، هذا اللي يتطور حلو، هذا ما يتطور وضعيف اصلا. كفو والله كفو. طيب راح نوقف هنا اليوم، اتمنى انكم استمتعتوا بهذه المقطع وهذه الحلقه. راح نكمل ان شاء الله في المقاطع الجايه. لما مكتوب في التعليقات اذا كان عندكم اي سؤال عن اللعبه ان شاء الله لو كنت في اسرع وقت ممكن. كان معكم انا سنسه، اشوفكم على خير في المقاطع الجايه. السلام عليكم.